طيب خلينا نقفل بقى الملف ده ونروح لملف جديد. في إمبراطورية الهدم وتعمد إذلال المواطنين، إمبراطورية بيحكمها عسكري جه على وموظفين راكبين بلدوزر بيهدوا بيوت المواطنين على دماغهم بحجة جباية التصالح طارة، جباية الشهر العقاري طارة، جباية أملاك الدولة وممتلكات الأوقاف. يمكن قلنا قبل كده أن الموضوع له أملاك دولة ولا أملاك أوقاف ولا بناء غير مرخص، الموضوع وما فيه سبوبة الدولة بتحصلها من جيوب المواطنين عشان تسد العجز في ميزان المدفوعات أو العجز في الدين الداخلي والعجز في الدين الخارجي أو فوائد الدين الخارجي اللي فقط العام ده تتجاوز 21.4 مليار دولار. في محافظة البحيرة محافظ اسمه سيادة اللواء هشام أمنة. هشام أمنة ده راجل شغال باللقطة، راجل كده بيدور على اللقطة، عارف انت، بيشوف اللي هو قاعد بيبيع طماطم، الحاجة اللي مزهزها كده على السوشيال ميديا تلاقي هشام أمنة نط فيها عمل فيها بطل. في بداية السنة اللي فاتت لما ظهر فيروس كورونا شفنا شباب الرحمانية اللي تبرع من جيبه الخاص وعملوا مستشفى ميداني لعزل كورونا لما كانت الناس مش لاقية مكان تتعزل فيه. الشباب جمعوا منهم فلوس وعملوا مستشفى ميداني في مركز شباب والعالم كله اتكلم عنها، الجارديان ونيوزويك وواشنطن بوست وميدل ايست اي، كل الصحف العالمية نشرت صورة شباب الرحمانية بالإضافة طبعا للصحف المحلية والسوشيال ميديا، والناس كلها كانت بتثني على هذه المستشفى. حافظ ساكت ما اتكلمش، ما قالش ده ممنوع. طلعت الست وزيرة الصحة واللي حست قال ايه ان المستشفى دي يعني هتقول لها ان انت مش عارفة تشتغلي ومش عارفة توفري للمواطنين، اهم حاجة عندي سمعتي وسمعة الوزارة وسمعة البلد. فقالت ان مستشفى الرحمانية غير مواصفة، غير مطابقة للمواصفات، فراح سيادة المحافظ هدها فوق دماغ الشباب اللي عملوها وعملت ضجة وقتها على مواقع التواصل الاجتماعي. طب انت لا عارف توفر للناس مستشفى ولا حتى سايبهم يعملوا مستشفيات. نفس الراجل سيادة اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة، قبل أسبوع كده البعض، أو خلينا عشان نكون دقيقين، قبل حوالي 3 شهور البعض نشر على مواقع التواصل الاجتماعي صورة المسجد قديم ومبني فوقه عقار جديد أو بناء جديد. حتى لما تبص كده فعلا تكتشف ان المسجد قديم ومتبيض، وبعد كده البيت او العقار ده مبني جديد فوق المسجد فلسه بالطوبة الحمراء ولسه ما اتمحرش ولسه ما اتبيضش. عملت ضجة وقتها وان الراجل باني فوق المسجد، لكن صاحب الـ 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 المسجد او الراجل اللي باني المسجد هو صاحب العقار راح اتصالح مع الدولة طبقا لقانون التصالح. يعني ايدك منين؟ اهي ايدي. وراح للطريق الصحيح. المسجد مبني في العام 2011، اما البيت اتبنى قبل كام شهر، يعني في بداية العام 2020. الراجل راح اتصالح وتمام زي الفل. يقوم الموضوع لما عمل ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، سيادة المحافظ اللي تعود ياخد اللقطة وتعود يشتبك، يعني هو بيدير المحافظة من خلال صفحته على فيسبوك. الناس النهاردة بتتكلم عن ايه؟ بتتكلم عن مستشفى الرحمانية بكلام طيب، يبقى انا كده زي الفل والمحافظة بتاعتي كويسة. بكرة الدولة بتتكلم عن ايه؟ ست وزيرة الصحة بتقول المستشفى مش كويسة، تبقى المستشفى مش كويسة وروح هيتبقى فوق دماغ العيال اللي عملوها. النهاردة السوشيال ميديا بتتكلم عن الجامع والمسجد، طب قرار يا عم اهو، وده مضيت ايه، روحوا هدوا البتاع. طب ده الراجل اتصالح مش مهم، طب ده الراجل دفع ما قيمته حاجة و80,000 جنيه تصالح مش مهم، طب الراجل معاه استمارة وورق مختوم من الدولة وعليه ختم النصر رضي الله عنه، بقولك مش مهم. في هنا قرار من سيادة اللواء بالهدم، واللي انتقل امبارح بقى رئيس عمل لجنة كده صغيرة برئاسة نائب رئيس مدينة الرحمانية ومأمور مركز الشرطة بتاع اسم الرحمانية، وراحوا للبتاع لمكان المسجد والعقار. يعمل ايه بقى سيادته؟
مش يهد العقار اللي اتعمل فوق المسجد، لان المسجد معمول من 2011. قال لك لا انا ههد الكل، وهد المسجد وهد العقار اللي بقاله اكتر من 10 سنين ناس بتصلي فيه، لا بص للمسجد وانه قديم، ولا بص ان الراجل تصالح، ولا بص لاي حاجه. اهم حاجه عنده خد اللقطه بسلامته ورضى السوشيال ميديا، والسوشيال ميديا ومواقع التواصل كالعاده سيادته ايضا بقى ترند، والناس كلها بتتكلم عن سيادته وعن فشل سيادته وعن قرارات سيادته. بقول له شكرا سيادتك على الفشل اللي بتقدمه للمحافظه، واللي انت خير ممثل للنظام اللي بيحكم البلد كلها. صندوق تطوير العشوائيات بيقول 200 مليار جنيه تكلفة مبادرة تحسين عواصم المحافظات، كلام محترم فعلا. احنا محتاجين نحسن العواصم بتاعت المحافظات، وايضا محتاجين نقضي على العشوائيات. الكلام ده كله كلام كويس جدا. وقال ان التكلفة المبدئية للمبادرة لعواصم المحافظات والمدن الكبرى 200 مليار جنيه، وقال ان الكلام ده بيعتمد على رؤية مستقبلية على 3 مراحل: عاجلة، متوسطة المدى، وطويلة المدى. وقال ان المبادرة تستهدف استغلال اراضي الفضاء ملك الدولة غير المستغلة، وقال ان الدولة لديها اراضي في مواقع متميزة داخل العاصمة، ومشيرا الى ان المبادرة تعمل على علاج مشكلات العمران الملحة من خلال توفير رصيد سكني للمواطنين. حلو الكلام ده، حلو الكلام ده، حلو. لان زي ما قلنا لحضراتكم السيسي في قصر اليزي في 24 اكتوبر 2017 قال انا ما عنديش اسكان جيد، فواضح ان هو هيوفر رصيد سكني، هيطور العواصم المحافظات او المحافظات الكبيره او المدن الكبيره، والكلام ده كلام محترم. طيب عايزين بس ننصح، احنا مش بننتقد، عايزين ننصح، عايزين نقول يا جماعه ان الصعيد عندك 11 محافظه، وعندك الوادي الجديد اكبر محافظه في مصر، و عندك محافظات فيها تجدس، ومحافظات ما فيهاش عمران، وما فيهاش يعني ما فيهاش افراد. عندنا كمان سينا محتاجه برضو نوطن فيها ناس كتير، ونخف شويه من القبضه اللي فيها الامنيه عشان الامن القومي بتاعنا. الناس في الاخر هم زي ما قلنا في الحلقات السابقه هم حائط الصد لاي اطماع، زي ما حصل في العدوان الثلاثي، وفي كارثه 67، وفي الثغره في سوار في 73. في الاخر المقاومه الشعبيه في مدن القناه هي اللي وقفت. عايزين نقول حاجه كمان، عايزين نقول يا جماعه انت بتتكلم دلوقتي على تطوير وشكل حضاري للمحافظات ومقاومه العشوائيات، ومصر بقى حاجه جديده 2030. طيب في عشوائيات موجوده، وانت بتتكلم على اراضي ملك الدوله، موجوده عن طريق الجيش. الجيش بيضع ايده على بعض الاماكن اللي هي في الاخر حيويه جدا عشان البيزنس بتاعه والاستثمار بتاعه، سواء بيصورها يقول منطقة عسكرية ممنوع التصوير والاقتراب في مساحات شاسعة في سيناء وفي مطروح وفي محافظات ساحلية كثيرة وحدودية، وفي الآخر يبيعها ويعملها بيزنس، ولا هي أراضي عسكرية ولا منطقة عسكرية ولا الكلام ده كله. لا الأنكى من كده اللي بتكلم عليه، مثلا روح لإسكندرية بتلاقي شوارع مقفولة، بتلاقي شواطئ خاصة، بتلاقي حاجات في سيستم معمول لكن بيكسره الجيش، زي مثلا النادي الموجود في سيدي جابر على البحر. ده طبعا ليه شاطئ خاص مرتفع عن البحر، ايام الجوساقي الله يرحمه اسماعيل الجوساقي كان بيشيل كل حاجه، بس يجي عند دولت برضو اياميها كان صعب ان حد يكسر حاجه للجيش. الاستراحات بتاعتهم في المعموره او في المنتزه، الشوارع مقفوله، مش عارف ايه، محدش يقرب، في العصافره، في سان ستيفانو عمارات الضباط المحروسه في سيدي بشر، بص تلاقي استراحات وتلاقي مخالفات بالجمله. عايز تشيل عشوائيات شيلها على الجميع، طبق القانون على الجميع، نضرب تعظيم سلام. لكن الاستثناءات دي بتحسسنا ان في دوله جوه الدوله، بتحسسنا في الاخر ان القانون في مصر بيطبق على الضعيف. عندنا عشوائيات كتير جدا بتخش اماكن، بتلاقي براميل مش عارف ابيض في احمر، شرطه عسكريه مش عارف ايه، وفي الاخر في ايه يا جماعه هنا؟ ده في عماره مش عارف مين، وعشان البشوات والبهوات. لا ما هو ما ينفعش. مصر هتتقدم لما يبقى الناس كلها سواسية أمام القانون وأمام النظام وأمام السيستم، مفيش خير وفقوس، احنا عايزين كده. لكن كويس جدا انك انت بترصد 200 مليار لتحسين عواصم المحافظات. عايز اشكرك، انا بشكرك انك انت قاعد شايفين التريليونات بتتصرف على الكومباوندات في العاصمة الإدارية وعلى
الاكتاجون وعلى المسخره واهدار والبرلمان اللي فيه 1000 كرسي والمش عارف فنادق ايه اللي بتاعت المثل اللي في اخر شفت نسبه تشغيلها قد ايه بعد اهدار المليارات عليها. البنيه التحتيه كمان لازم تهتم بيها. شفنا حراك محبه شتا بيحصل ايه في العواصم كلها. فيعني نهتم شويه بس برضو عايزين نعرف ال 200 مليار دولت هتجيبهم منين؟ ده سؤال وجيه، لان احنا شفنا انت واخد لسه قرض من البنك الاوروبي عشان تطوير وتاهيل شبكه الصرف الصحي في الفيوم، محافظه واحده شبكه الصرف الصحي دي حاجه اساسيه، حاجه يعني ما فيهاش كلام. فجبت بقى ال 200 مليار منين دولت؟ سلف برضو ولا ايه الحكايه؟ تسال اسئله